مرحبا مشاهدينا في برنامج جوسب. مرحبا شهندا. اهلا يا امين واهلا فيكم مشاهدينا. طبعا اول فقره من جوسب اليوم رح تكون عن جوسب النجوم يلي رح يبلشنا فيها امين. هات لنشوف شو عندك. انا رح بلش بسؤال يا شهندا. قلي، هل تعرفين لماذا وقع اقصاء كريم بنزيما من منتخب ديوك منذ سنوات رغم تألقه يعني مع ريال مدريد؟ صح، بس ممكن مقصر شوي بمستواه او ادائه مع المنتخب. لا، القصة يا شهندة تعود في 2015. أوكي. عندما تم اتهام يعني كريم بنزيما بتهمة التواطؤ من أجل الابتزاز. القصة تعود للفيديو الجنسي الذي يعني شمل صديق كريم بنزيما في منتخب فرنسا حينها ماتيو فالبوينا. طبعا أوكي. المحكمة اتهمت كريم أنه مشارك في عملية الابتزاز. اخص عليكم كيف شارك؟ القصة أنه هو على حسب أقاويل كريم بنزيما قال أنه كان واسطة خير مثل ما نقوله، أنه يعني حب أنه يلم القصة ويخلي صديقه يدفع الفلوس للمبتزين عشان يعني ما ينشر يعني هالفيديو. يعني كريم دار على الموضوع فصار متهم جزء من ولكن المحكمة أعادت استدعاء كريم الأسبوع هذا يا شهندة للمحكمة بتهمة التواطؤ من أجل الابتزاز، وكريم صار مهدد بالسجن للأسف. في خبرنا الثاني يا شهندة، في يعني ضجة صايرة بين بسمة بوسيل زوجة تامر حسني والفنانة زينة، لو تحكي لنا شهندة. صحيح، هلا هي هاي ضجة على السوشيال ميديا فقط يا أمين، يعني ما صار حديث أو تبادل اتهامات فعلي، بس على السوشيال ميديا صار إنه بسمة بوسيل نزلت بوست على انستغرام أو بمعنى أصح ستوري على انستغرام في فيديو لرفيقتها سارة درويش، وتذكروا هيدا الاسم كثير منيح، سارة درويش بتقول في كلام بتوجهه لحدا مجهول ولكن نسب إلى زينة من قبل المتابعين، يعني اللي قالوا القصة كتير مفهومة. باختصار بتقول فيه إنه أهلنا علمونا إنه ما يصحش نجيب أولاد من غير جواز. طبعاً قلت لك تذكر هيدا الاسم. رجعت بس ما مسحت يعني عملت ديليت لهيدول الستوريز لأنه أجتها كتير اتهامات وكتير يعني الناس تضايقوا إنه لا أمسحية مسحتها. فأم نزلت بوست كتبت فيه مقطع من أغنية مهرجانات وكتبت فيه إن حاولت أجيب حاجة تفهميها بلغتك عشان الجهل بس. لا واثقة من نفسيها مش واخد بالها. لكن شهندة أعتقد في شكوك إنه الفنان تامر حسني في علاقة مع الفنانة زينة. هو صراحة لا مش هيك الموضوع، ولكن سارة درويش اللي قلت لك تذكروا اسمها هي بتكون محامية أحمد عز بقضية النسب يلي لهلا بعدها بينه وبين زينة بالمحاكم. سارة درويش أيضا هي رفيقتها كتير لبسمة بوسيل، ولما صار الخلاف إذا بنسترجع شوي كم من شهر إلى الوراء يعني آخر 2020 خلاف بين بسمة وتامر يا أمين ويا مشاهدينا، أيضا صارت على السوشيال ميديا، يعني بسمة حكت وعبرت عن مشاعرها على السوشيال ميديا. فزينة بتكون رفيقته لتامر من زمان، أوكي؟ فطلعت وقالت إنه أنا مامتي وبابايا لما يختلفوا مع بعض ما بيعلنوا عن مشاكلهم. فبسمة مثلك إنه شوي ضايقت، هذا طبعا كلام الجمهور والجوسبس اللي عم بتصير. فقام صار الأتاك هذا يعني شو بسموها بالهجمة المرتدة على زينة. قصة غريبة، كل شيء غريب يعني صراحة بالجوسبس. بعيد الشر شهندة، لو فيكي كورونا فيكي تداومي؟ أكيد لا، إنه بخالط العالم وهيك أكيد لا. طبعا الخبر الغريب يعني دولته يعني الصحافة اليومين اللي فاتوا يا شهندة إنه في فريقين، والقصة إنه مش فريقين مغمورين أو صغار ولكن فريقين معروفين كثير، وهم فريق سانتوس البرازيلي وفريق بوكا جونيور كرة قدم في نصف نهائي كأس ليبرتادوريس. أوكي. طبعا القصة الغريبة إنه في لاعب وهو حارس فريق سانتوس البرازيلي اسمه جون فيكتور، اللاعب هذا عارف إنه عنده كورونا وبرغم من ذلك لعب وشارك في المباراة. رفاقه بيعرفوا أو لا؟ القصة الغريبة أو الأغرب من الغريبة يا شهندة إنه رفاقه كانوا عارفين إنه زميلهم في فريق مريض كورونا، ولذلك لم يدخلوا لحجر حجرات الملابس بين الشوطين. بس لعبوا عادي. الشيء اللي أثار شكوك يعني فريق بوكا جونيور. وفي قصة أغرب من هذا من كلهم إنه في مدافع زميل الحارس كان موجود على دكة البدلاء بالرغم إنه عارف كمان إنه مريض كورونا وفريقه عارف إنه مريض كورونا. هو أنا حخبى على حضرتك ليه؟ لا في إيه بجد؟ يعني بالضبط القصص مثل هذه أحياناً تصير في فرق مغمور أو صغيرة. طب عقوبات معقوبات لسه الموضوع؟ بوكا جونيور تقدم يعني بشكوى للاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفي انتظار يعني ما ستسفر عنه التحقيقات. إحنا كمان بانتظار، أنا شخصياً بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات. طب أمين عندي لك سؤال، إذا كنت أنت فنان يعني ممثل أو يعني أي شيء بالمجال الفني، هل بتسخر حياتك بس للفن وجمهورك وهيك أو لا بتعمل أسرة وتأسس عائلة وهيك؟ طبعا
القصة مش متعلقة بفنان أو يعني كل شغلة في الأخير عندنا حياتنا الشخصية، يعني الواحد لازم يعرف أوكي يعني بيهتم مفروض يعني يعيش حياته الشخصية. صح، هيدا يلي عبرت عنه الفنانة نجوى فؤاد ببرنامج على قناة مصرية، وين يعني قالت إنه هي ندمانة شوي بعض الشيء إنها هي كرست كل حياتها للفن وكانت معارضة قبل إنه تنجب يكون عندها أطفال. هلأ هي تزوجت بس ما جابت أطفال، لأن الأطفال طبعاً بدهم رعاية مثل ما بنعرف واهتمام زيادة، فقالت إنه يا ريتها لو كرست حياتها لا أيضاً الإنجاب يكون عندها أطفال. بس مش هون القصة، الجوسبس طلعت على شو؟ على جملة هي قالتها طبعا يعني بحسن نيه، انه انا تبن انها هي يعني نجوى فؤاد تبنت طفله يتيمه من زمان، وكانت حريصه، ركزوا هاي الجمله، انها تعلمها القران. اللي بتقول عليه الست ده، فالجوسبس اللي طلعت عنها. هلا احنا مثل ما نعرف الفنانه نجوى فؤاد هي ممثله ايضا وراقصه شهيره جدا في مصر، هي طبعا من اصول فلسطينيه ولكن مسيرتها الفنيه كلها بمصر. القصص طلعت كتير بشكل مهول على هذا الموضوع تعليقا على قصة أن تعلمها القرآن، يس، بأنه خلفيتك الفنية شيء وأنك أنت بدك تربي جيل على شيء آخر. يعني باختصار هاي كانت القصص عن هذا الموضوع يا أمين ويا مشاهدينا. وهلا نحن بجوسب سوشيال. يا امين شو محضر لنا بجوسب سوشيال اليوم؟ شهندا رح نحكي عن فيديو انتشر بقوه في تونس عن عمليه انقاذ بطوليه كما اسمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي. القصه انه شاب كان عم يقود سيارته وشاف بالصدفه عمليه سطو فتدخل بطريقه بطوليه. طيب خلينا نشوف الفيديو يا شهندا، وبعدين مباشره نشوف مراسلنا في تونس اشرف العذار اللي سال الناس لو كنتم مكان الشاب كيف كنتوا رح تتصرفوا. خلينا نحضر الفيديو. خلينا نشوف. مرحبا أمين وشهندا. نعم، عرف هذا الفيديو تفاعلات هائلة على المواقع الاجتماعية، كما ظن البعض منذ البداية أن من يقود السيارة هي امرأة، ليتضح الأمر فيما بعد أنه رجل. خرجنا للشارع التونسي لنستطلع في البداية آراءهم فيما يخص هذا الفيديو، كما طرحنا عليهم السؤال التالي: لو كنت مكان هذا السائق هل كنت ستتصرف بنفس الطريقة؟ لنرى. التصرف اللي عامله تصرف إنساني، و معناه وكارو يعمل هكا باش نقذ الراجل، وديجا فما راجل اللي وراه ما عمل حتى شيء، وهو معناه عمل هكا باش ما خليش الراجل هكا يصير له اي حاجه، معناتها تصرف انساني على الاخر، والرياكسيون نتاعو كانت باهيه على الاخر. وفما مش العباد الكل يعملوها، والناس الكل معناتها فما عباد يخافوا، هو كان تشجع واعطيه الصحه. ماهوش تهور؟ لا ماهوش تهور، عليه تهور ديجا، هما تهوروا معناه الراجل كانوا باش يدغروه باش يبداو اي معناتها سكينه باش يفكوا له معناتها موتوره، معناه هو التصرف على باهي على الاخر. كما قلت لك كان جيت انت في بلاصته في مكانه تعمل نفس الفعل ولا لا؟ بالطبيعه ما نشوف معناتها راجل كبير متحامين فيه زوز، معناه يحب يفك له معناتها موتوره، ويعلم بيه ربي معناه كان يخدم ولا معناتها يجي هكا يحب يفك له موتوره، وكل معناتها عنده حق عمل هكا. كي شفت الفيديو في السوغ فيسبوك بالنسبه لي شجاعه، خاطر سيرتو تويكا في وقتنا معناتها ما صعيب شوية معناها باش تلقى شكون هكا يعاونك، وكل قلة قليلة ما عادش كيف قبل معناها. بالنسبة لي شجاعة ويعطي الصحة ويرحم والديه اللي عمل فازة كي هكايا، معناتها ما نتصورش أنا ريت فما شي زي بحذاه ولا كهرباء أخرى، ما تدخل حد معناتها، كان المرأة اللي صورت والزميلة اللي معاها والراجل هذاك اللي في ساعة دور الكهرباء وعمل لك هذيك، بالعكس يعطي الصحة وبرافو معناها. كان جيت يمكن انا كان جيت في بلاصته نعمل نفس الرياكسيون، بالحق يعطيه الصحه. كان جيت في مكانه يعني تعمل نفس الفعل؟ بالطبيعه، انت تتصور هذيك يكون خوك اختك معناتها باش تخليه وتتعدى؟ ما يصيرش،
اي من ناحيتي انا، من ناحيه الله اعلم ما قلتلكش، اما من ناحيتي انا الانسانيا صحيح هو في شويه تهور، ممكن مش شويه تهور، اما في اللحظه هيك مش نتصرف كنا كيك من ناحيتي انا. ني ما نكذبش عليك، عجبني برشا برشا، هو تصرف شجاع، اما ما نعرفش يعاقب عليه القانون ما يعاقبش، ما نعرفش ما عنديش حتى فكره، اما حسيته عندها هكا باهيه فازا سمحه وحليها كي التوانسه الكل يقفوا مع بعضنا. كان جيت في مكان وتعمل نفس الفعل؟ نعم، ممكن نعمل اكثر كان لازم، علاش لا. كانت هذه شهندة فقره جوسب سوشيال، احكي لنا شو تعليقك على الفيديو، عجبك او لا؟ الفيديو يهبل 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 بالتونسي صحيح، وتعلمنا فكره كذا كلمه تونسيه يهبل وباهي. فسر المشاهدين شو يعني يهبل. يهبل يعني كثير كثير حلو وباهي بعرفها، بس شنو هو هذا؟ في كلمات انا ما فهمتها. اوكي نفسرها. وكتبتهم. اوكي اول وحده كرهبه، في الكرهبه بس قال كثير عشان عندك كرهبه. شو كرهبه؟ يعني سياره. اوه ايزي. اوكي نكست اللي بعد. بلاستو، فبلاستو ببلاستو. ومراسلنا اشرف وصديقنا قال لو كنت بلاستو شو لو كنت بلاستو يعني لو كنت مكانه، بلاستو يعني مكانه. ايزي شو كنا صابنا هيك يا عمي. طيب في كلمه مطيش في الشارع. ايه مطيش يعني لو كنت مرمي في الشارع لا قدر الله يعني. ما اسالك يعني اسهل لغه في العالم لهجه تونسيه. كل التحيه لاهل تونس. كل التحيه. خلص صار دورك يا شهندة، شو مجهزتينا في فقرة جوسب انفلونسر؟ اليوم بجوسب انفلونسر معنا انفلونسر غير شكل، بنت عن جد مميزة كتير يا أمين. شو مميزة قصتها؟ اشي كتير، أنا ما رح أحكي، رح خليها هي تحكي عن غالة، خلونا نشوف غالية شو رح تقلنا عن حالها. خلينا نشوف. I know you like this shit don't go your way you need a middle fixer and like me I did ولك خف علينا شوي خليني حطك بين ايدي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي هاي أمين وشهندة، أنا غالية عمري 22 سنة من سوريا دمشق، درست وكبرت هون بالإمارات بمدينة العين، ومن الصبح لليل بشتغل بالموسيقى لأني كتير بحبها. قصتي بجملة واحدة، أنا بغني وبي شجعني. بعتقد الشيء اللي خلاني صير غالية هو مزيج هيك من الحب والشغف والتمرد والغلاظة شوي. هلا ما كنت كتير متصالحة مع اسمي لما كنت صغيرة، بس بحب ستي كتير وستي سمتني ف ماشي الحال. أغرب تعليق كان بالضبط حدا رسم لك نقط على وشك. إن شاء الله ماما ما تكون عم تسمع، بس الطبخة اللي ما بطيئة بالبيت هي المقلوبة. لا مستحيل أعملها لأنه ما رح تلاقوا أحسن من شهندة زميلتي من الجامعة. اطلاقا اطلاقا. أيوة يا ضنايا اطلاقا. حابة أعمل تاج لبيج هاس ليكون معكم بجوسب انفلونسر. كنت معكم أنا غالية بجوسب انفلونسر، ضلوا بخير وكل الحب. كانت هذه غالية بإجاباتها الطريفة يا شهندة. صحيح يا أمين، وغالية بآخر الفيديو تاجت بيج هاس، ونحن كمان بدورنا أنا وأمين يا بيج هاس بنتاجيك أنك تكون ضيف معنا بجوسب انفلونسر الحلقة الجاية. أكيد كانت هذه جوسبس اليوم، إن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي في جوسبس جديدة. صحيح، سلام سلام. ما تطيش في الشارع. ما تطيش ان شاء الله. تعشبك. في حدا حكى وراك مصعد؟ شو ايه ولا حاجه براحته مصعد.
ويو 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 يلا. طبعا اكيد عم تكح شهندة، ما عندهاش كورونا يا جمال، حساسية ايه، فدير بالك بس يلا. هاي نعدي يعني عن بعد، انت اللي دير بالك والله. يلا حابين يفكوا منه يعني ال شو تقولوا يسوقوا المكنة سيارة، انت لا تشرح القصة، لا 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 شو اسمه، مش سيارة، شو اسمه الموتور موتور موتور عادي، قول موتور، قول باي البايك، مش بايك، الدراجة الدراجة الغريبة. يلا نشوفكم مشاهدينا، سلام. شو سلام؟ هذه ثلاث سلامات وشو؟ شو يعني؟ لأنه عندنا 3 gossips، gossip social، gossip نجوم، gossip influencer. صح، بس عندنا gossips واحد، gossip واحد دماغ درب. سلامي هيك يا عمي، أنت سلم عليهم هيك. يلا سلام. سلام، مع السلامة، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الكاميرا. باي. باي.